السلام عليكم ورحمة الله. درسنا لهذا اليوم هو تعلم كيفية تنصيب نظام التشغيل أندرويد على الحاسبة الافتراضية. بالبداية، نظام التشغيل أندرويد، وكما يعرف أغلبكم، هو عبارة عن نظام تشغيل تابع للنظام التشغيل الكبير لينوكس، يعني هو مبني على هذا أساس نظام تشغيل لينوكس. نظام تشغيل أندرويد هو الآن أكبر وأشهر نظام تشغيل بالعالم لأسباب عديدة. أولها لأنه هو open source، يعني نظام مجاني. ليش اشتهر؟ اشتهر لأنه مثل ما قلنا، النظام أول شيء مجاني، ثاني شيء ممكن لأي شركة تسوي أي موبايل تعدل على هذا النظام، عندهم الكودة مفتوحة. فمثلا الشركات الكورية، الشركات الصينية، كل ما في الأمر تنزل النظام الرئيسي اللي هو ستاندرد، وبعدين تبدي بالتعديل عليه حسب نوعية الجهاز وحسب قابلية الجهاز، إلى أن يصلون إلى مرحلة بأنه يعني يسوون النظام التشغيل المناسب للجهاز المناسب. ولذلك اشتهر هذا النظام مثل ما تشوفون. وكذلك من أسباب انتشاره، مثل ما قلنا، هو نظام مجاني وopen source، فلذلك أغلب المبرمجين اتجهوا إلى أنه يصنعون التطبيقات الخاصة به. ولذلك إذا دخلنا على سوق جوجل أو جوجل بلاي مثل ما احنا نسميه، يشوفون عدد التطبيقات هو الأكثر مقارنة بأنظمة التشغيل الأخرى، وكذلك التطبيقات المجانية أيضا. عرفنا بأنه اشتهروا مع سامسونج أول ما نزل، ولكن بعد ذلك مثل ما تشوفون هسه الآن أغلب الموبايلات دا تجي بنظام تشغيل أندرويد، إذا استثنينا شركة أبل من الموضوع. ليش ننصب على الحاسبة؟ طبعا لأسباب عديدة، أهمها هو التستينج، يعني اللي خاصة للمبرمجين والمطورين يحتاجون ينزلون النظام التشغيل على الحاسبة، ويقدرون بعدين بعد ذلك يعملون التغييرات المناسبة على أجهزتهم، حتى من ينصبوا على الجهاز اللي هم مسوي أو اللي راح يسووا، فما راح يعانون من مشاكل. فأفضل طريقة للفحص هي على الماكينة الافتراضية. حنتعلم هذا مقدمة بسيطة جدا، اللي يحب يطلع يعني على هذا الموضوع ممكن يدور عليها بالويكيبيديا أو بالجوجل، يعرف شنو أندرويد. بالمناسبة أندرويد هو أيضا تابع لشركة جوجل. بالبداية راح نستخدم برنامج الأوراكل في ام فيرتشوال بوكس، اللي هو أيضا أوبن سورس، يعني مجاني. هذا البرنامج راح نستخدمه كثيرا، مثل ما استخدمناه في درس سابق نصبنا الويندوز 10. اليوم راح نستخدم ننزل به الأندرويد، نصب على الماكينة الافتراضية. الأندرويد مثل ما قلت بعدة إصدارات. اليوم أنا كمثال جبت لكم إصدارين، اللي هو الإصدار 4.1 والإصدار السادس. طبعا مثل ما تعرفون بين فترة وفترة تنزل إصدارات جديدة للأندرويد، ومو كل تحديث يرهم على كل الأجهزة. ليش؟ لأن كل جهاز له محددات. هذا الموضوع يعني ما أحب أطول فيه، حنبدي بشرح موضوعنا. أول شيء تحتاجه مثل ما حكينا في تنصيب الويندوز، تحتاج إلى ملف يسموه ISO، يعني هو عبارة عن صورة. هذا ملف مين حتجيبه؟ أنا هحط لك جوا الفيديو رابطين، الرابط الأول للإصدار السادس اللي هو هذا، والرابط الثاني للإصدار 4.1. راح ننصب إحنا الآن واحد من دول الاثنين، بس أشوفكم الطريقة بصورة سريعة تتبعوها بحذافيرها، بعد ذلك ينزل عندكم نظام تشغيل. أول ما تبدي تروح على نيو، طبعا أيضا هحط لكم رابط هذا البرنامج اللي يحب ينزله. تسوي نيو، تنطي أي اسم مثل ما تعلمنا، الاختصار حسميه آدي. هنا أنا شو نختار؟ احنا مثل ما قلنا هو لينوكس. تختار هنا هذا الإصدار 2.6 32 بت. هنا أنا شو تحدد الذاكرة اللي هتستخدمها بالتابلت اللي راح تسوي. نعطي 2 جيجا مثلا، بالضبط هاي 2 جيجا. هنا أنا يسألك يقول لك الهارد ديسك اللي حتسوي. الهارد ديسك مثل ما قلنا هو المكان اللي يعني الذاكرة الداخلية، بالضبط هيك خل اسميها، الذاكرة الداخلية الخاصة بموبايلك أو للتابلت مالتك، مو الذاكرة الخارجية. هنا أنا يقول لك سوي لي الآن، لو تريده بعدين
لو تستخدم واحد موجود مثل ما حكينا احنا حنقول سوي لنا اياه الان. يا ايش قد تريد حجمه؟ 8 جيجا سوي 16 جيجا بايت. وكذلك هذه الخيارات اتركها كما هي. والان نقول له كرييت. الان سوينا هنا الجهاز، بس بعد لازم نرتب بعض الامور الاخرى. نروح على نختاره، هذا اللي سويناه، نختار سيتنجز، اروح على النتورك، اهم شيء اروح على ادفانسد، شوف اختار هذا الخيار. هنا عندك خيارات طبعا، افعل ان اي تي واختار هذا الخيار ايضا. هذا الماك ادرس تقدر تغير انت، نترك الموضوع هيك. الشغلة المهمة الان مين حنبوت، مين نعمل البوتينج. مثل ما تعلمنا المرة السابقة نختار سيدي، هذا الهارد ديسك اللي سويناه. الان مين حاجيب الصورة؟ انا مثل ما قلت لكم خازن صورتين عندي، اختار واحدة منهن، لا على التعيين، اختار هذه مثلا واقول له اوكي. الان راح ابوت، راح ابدي حيبوت لي من السيدي، اقول له ستارت، كل شيء ما اسوي انتظر. الان اشغل الكيبورد، اقول له على الخيار الاخر، اقول انزل لي على الهارد ديسك، ما احتاجه بعد مره ثانيه، اخذني. الان هو شو يقول لي؟ انت تريد تحذف لو تسوي؟ لا اقول انا بدي اسوي. هنا أنا يسالك تريد تستخدم الجي بي تي؟ هنا تقول له نو. بالضبط، تروح على خيار نيو، سوي لي برايمري طبعا حتى نسوي عنده بوت، دوس انتر فقط. هنا ندوس على البوتابل حتى تقدر تبوت من عنده، سوينا بوتابل. شلون اخزن هاي الخيارات اللي سويتها؟ اقول له رايت، يعني اخزن لي اياهن، اكتب يس كتابة ودوس انتر، انتظر شوية، انتظر شوية ليخزن لي الخيارات اللي سويتها. الان اقول له اخرج من هذه الخيارات، مثل ما تشوفون صار عندي الان سوالي هذا ال SDI. اقول له فرمت لي الان، ايش اختار؟ اختار ال EXT4. هنا أنا يسألك يقول لك تريد فرمته؟ اي يس، فرمت لك اياه، قول له يس يس وننتظر شوية. راح يبدي ينزل لك البرنامج على الهارد ديسك، حتى من مرة ثانية من حنشغل، ما راح نحتاج نبوت من السي دي بعد، راح نحتاج سي دي نهائي، ما راح نحتاج السي دي بعد نهائيا، ينتهي موضوعه. المشكلة وين تصير؟ حتلقون هواية صور، اوكي. الان شوف يسألني، يقول لي تريد اشغل كيا لو اسوي ريبوت؟ انتبه هنا، احنا اختارينا نبوت اول شيء من السي دي، فاذا حسوي ريبوت حيرجع يبوت من السي دي، ما سوينا شيء. فاجي هنا اقول له الغي لي على السي دي بعد ماكو سي دي، هسه هو كانه بعد السي دي ماكو، اقول له سوي لي ريبوت بعد ماكو سي دي بوت من عنده، انتظر كل شيء ما اسوي، حيبدي يسوي ريبوت، انتظر. مثل ما قلت حتلقون هواية صور، طبعا مثل ما قلت لكم هو نظام تشغيل مفتوح، فيسووا عدة اصدارات، فمو اي نظام يرهم على على الحاسبة، فلازم من تنزلون تختارون نظام تشغيل معدل يشتغل على الفيرتشوال بوكس او على يعني الماكينة الافتراضية، حتى نستغل الوقت. انا هذا مسويها عند الحاسبة، هي هنا أنا. هاي كان الاصدار السادس اللي نزلناه قبل شوي، هاي طلعتكم هيجي بالضبط. الآن تمت عملية التنصيب مثل ما شفنا. الماكينة الافتراضية اللي سويناها هي هذه، مثل أي جهاز أندرويد جديد أول ما تشتريه يسألك على اللغة اللي تستخدمها وأي بلد إلى آخره. إحنا عم نكسب الوقت، أنا مسوي نفس الماكينة اللي هي هذه، هي هذه بعد أن نصبتها، بس حتى أثبت لكم بأنه كل شيء حلو بيها وشغال.
يطلع لكم هيك مؤشر. نشغل جوجل. اوكي شوفوا كأنه يعني تابلت حقيقي. وهذه الأزرار أيضا موجودة. وهذا الإنترنت أيضا موجود. هذا الإصدار السادس من النسخة، ممكن يعني تقلبون بيه على كيفكم. عندي إصدار آخر استخدمه أني بصراحة، هو شوي أسرع. هذا الإصدار الرابع. راح أرستها. اوكي راح نشغل الاصدار الرابع من جديد. المفروض ما يطول، يشتغل اسرع. فهاي النسختين راح احط لكم الصور تحت الرابط، حط يعني الملفات، وممكن تنزلوها وتعملون نفس اللي عملناه بالدرس. هذا هو الإصدار الرابع في حصيلة واحد. ومثل ما تشوفون هذا اليوتيوب والإنترنت كإثبات. بس رجاء يعني خيارات الشبكة لازم تسويها مثل ما أنا سويتها بالضبط، وإلا ترى ما تحصل إنترنت. وهذا اليوتيوب أيضا شغال. هذا كان درس بسيط وبفائدة إن شاء الله للجميع. أتمنى أن تكونوا استفادتوا، ولا تنسونا من صالح دعواتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.